لكل متابعي يلا كورة المشتركين معنا في البريدكشن جيم، يلا بينا ناخد اخر النصايح من كريم سعيد. كريم سعيد ازيك؟ اهلا بك يا دينا، واهلا بكل متابعي يلا كورة. ووصلنا للمباراة فاينل خلاص النهائية، واكيد طبعا انا متخيل يعني ايه احساس الناس اللي في العشر مراكز الاولى من المسابقة، ومتوقي ليهم مباراة واحدة عشان نحدد بطل مسابقة البريدكشن للمونديال، وطبعا اصحاب المركزين التاني والتالت اللي هم دول التلاتة اللي هياخدوا جوائز ان شاء الله. واكيد مباراة صعبة جدا، مطب كبير قوي. قول لنا يعني طبعا نتوقع ازاي فرنسا ولا الارجنتين؟ يعني موضوع صعب جدا والله يعني. بصي طبعا يا جماعة، في حاجة مهمة جدا تاخدوا بالكم منها، وانتوا قبل تتوقعوا طبعا اكيد لازم ما تسرعوش، ولازم تتابعوا بقى اخبار الاصابات. على فكرة مهمة جدا، مهمة جدا 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 قبل ما تتوقع، ان انت بتبقى عايز تعرف الفريق ده هيخش المباراة فول كاباسيتي ولا منقوص منه حد. يعني احنا طبعا شايفين الموضوع بتاع الانفلونزا الابل ده اللي هو بنتكلم عليه فرنسا الحقيقة. بصراحة عمرنا ما سمعنا عنه يعني، ولو سبحان الله ساب الناس كلها وراح وراح لمنتخب الفرنسي بصراحة بشكل واضح. يعني حتى امبارح قريت تصريح لطيف قوي لديمبلي، قال انا كنت بعمل حاجات سخنة للعيبة بيعمل لهم ينسون بقى الشغل بتاعنا. أيوة. فمهم جدا جدا تتابع اخبار الاصابات في وجهة نظري يعني، لغاية اعتقد الماتش بتقفل البريدكشن بتاعه قبل المباراة بساعة، فانت محتاج يعني تبقى صابر وتقيل شوية، ما تتسرعش في صعب التوقع بتاعك. صعب قوي، صعب قوي اللي انت بتقوله ده. انت متخيل مثلا لو مثلا حد محتاج خمس نقاط عشان ياخد مركز اول، وممكن تروح عليه خالص. بالظبط يعني كل حاجه بتتغير بنتيجه ماتش واحد. فانا نصيحتي واحد، لازم تتابع اخبار الاصابات لغايه يوم الماتش قبل ساعات قليله من المباراه. تاني حاجه اللي انا دايما بقولها في كل فيديو، ان انت تتوقع المنتخب اللي انت نفسك يكسب. انت بتقول اتبع قلبك. طبعا. طب يعني معلش احنا دلوقتي في معضلة، في ناس بتحب منتخب فرنسا جدا وناس بتحب ميسي جدا. هم بقى يختاروا مين؟ هم مش عارفين يختاروا. بصي احنا طبعا احنا خلاص يعني احنا وصلنا لازم تختار، يعني احنا وصلنا للنقطة بتاعت لازم تختار. وطبعا الناس اللي بتنافس على الجائزة الاولى جائزة امانة مش قليلة، بنتكلم بيس 5 بيس 5 النهاردة، يعني ناس كتيرة يعني نفسها يبقى عندها بيس 5، يعني جهاز لطيف، والالعاب كمان على الجينيريشن الجديد العاب حلوه فعلا، واللعب عليها حلو من الجينيريشن القديم. فبصراحه خلي يعني خليك ايه، خليك انت ستريت وقول لنا نختار مين بس كده. انا لو هختار ماتش بكره طبعاً. انا لو هختار ماتش بكره هختار فرنسا. انا هختار فرنسا. نصيحتك لينا فرنسا. بس خلي بالك برضو في نقطه مهمه ان هو بيقول لك ايه، بيقول لك ان تقفيله اللعبه ان ميسي يكسب مونديال بكره. دي تقفيله اللعبه خلاص بقى، يعني ميسي في توقعات ان الارجنتين هتكسب، يعني ان ميسي يكسب الفاينل وخلاص، ويبقى كده قفل اللعبه فعلا. فهي في الاخر بصوا تاني، ما انت اول حاجه تابع اخبار الاصابات زي ما قلت، وبعد كده استخير بقى كده وايه، وخليك يعني ايه متفائل بالمنتخب اللي انت بتحبه، وتوكل على الله واختار. واكيد اكيد اكيد كلنا كنا مبسوطين بالفتره بتاعت المونديال ومسابقة البريدكشن، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يبقى عندنا ثلاث فائزين، وباذن الله هنسلمهم الجوائز هنا في يلا كورة ان شاء الله. بشكرك يا كريم، وكل سنه وانت طيب، والمونديال خلاص انتهى، ويعني بشكر حضراتكم، وان شاء الله نبارك للثلاثه فائزين، المركز الاول بي اس 5 والمركز الثاني والثالث موبايل.